السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ جاهزين نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض الجزء الرابع محاضرتنا النهاردة، وهنتكلم في عملية غاية في الأهمية، Estimate Activity Durations. Estimate Activity Durations من أهم العمليات الموجودة في الكتاب، محتاجة تركيز عليها. شوية مسائل كده خفيفة هنتكلم عنها النهاردة، وبعد كده هنتكلم على ديفلوب سكادوال، وهنتكلم على المسار الحرج. عشان كده قلت لكم يعني دي اهم سيشن في السيشنز بتاعت النهارده كلها، فمحتاجه تركيز من حضراتكم عشان نبدا ان شاء الله تعالى السيشن بتاعتنا. طيب استيميت اكتيفيتي ديوريشنز، احنا قلنا ان انا عندي المشروع عباره عن مجموعه من الانشطه. طيب يا ترى كل نشاط متوقع هياخد وقت قد ايه؟ زي ما اتفقنا انت بتعمل استيميشن. استيميشن يعني في نسبه ايرور، مفيش استيميشن 100% صح. يعني ممكن اقول التاسك دي هتاخد على سبيل المثال 5 ايام عمل، فممكن تاخد معايا 6 ايام، او ممكن تاخد 4 ايام، او ممكن تاخد 10 ايام، او ممكن تاخد 3 ايام. يعني دايما الاستيميشن بيبقى فيه يعني توليرانس، او بيبقى فيه نسبه ايرور، فاحنا عارفين الكلام ده في الاستيميشن. فانت هنا بتطلع يعني زي كده استيميتد ديوريشن لكل activity، وهنعرض الكلام ده على السبجكت ماتر اكسبرت، وهنعرض الكلام ده على الناس المتخصصه عشان خاطر ناخد وجهه نظرهم، وفي الاخر بناخد قرار يا ترى الاكتيفيتي هتاخد 5 ايام ولا 10 ايام ولا 7 ايام وهكذا. عشان كده من ضمن التولز والتكنيكس الاكسبرت جادجمنت. احنا قلنا الاكسبرت جادجمنت معناه حكم الخبراء، فانت ممكن يبقى معاك ناس بيساعدوك من ضمن السبجكت ماتر اكسبرتس او الناس الخبراء في المجال. فزي ما قلت لك انا عايز مثلا ادهن الشقه، فانا ما اعرفش الدهان بتاع الشقه ياخد وقت قد ايه، فانا ممكن اسال حد متخصص يقول لي هتاخد اسبوع، هتاخد شهر، هتاخد 5 ايام وهكذا. فده بسميه اكسبرت جادجمنت، والشخص اللي بيديك المعلومه بسميه سبجكت ماتر اكسبرت، حد متخصص في المجال. الانبوتس اللي عندي السكادول مانجمنت بلان، السكوب بيز لاين، كل بقى الحاجات اللي طلعنا بيها، الاكتيفيتي اتريبيوت، الاكتيفيتي ليست، الاسامشن لوج، الليسونز ليرند ريجستر، المايلستون. في حاجات ليها علاقه بالريسورسز لسه ما درسناهاش، هناخدها ان شاء الله في الريسورس مانجمنت. فالبروجكت تيم اساينمنتس هتطلع معانا في الريسورس مانجمنت، مين بيعمل ايه بسميها بروجكت تيم اساينمنتس. الريسورس بريك داون ستراكشر برضه هناخدها في الريسورس مانجمنت. الريسورس كالندرز، الريسورس ريكويرمنتس، فالحاجات دي كلها تتاخد في الريسورسز ان شاء الله معايا. وطبعا الريسك من اسمه هيتاخد في الريسك، ففي حاجات لسه ما خدناهاش، اللي هم دول لسه ما خدناهمش معايا. باقي الحاجات احنا اتكلمنا عنهم، يعني اتكلمنا على الليسونز ليرند، سجل الدروس المستفاده، اتكلمنا على الاسامشن لوج، سجل الفرضيات، وباقي الحاجات درسناها. يبقى هم بس الحاجات اللي انا معلم عليها هندرسها بعد كده. يعني لما نيجي نتكلم على الريسورس مانجمنت هنتكلم على الريسورس كالندر والريسورس بريك داون ستراكشر والريسورس ريكويرمنتس، هنتكلم على ده بالتفصيل لما نيجي نتكلم ان شاء الله تعالى على الريسورس مانجمنت باذن الله تعالى. معايا؟ اللي هو يعتبر الفصل التاسع. معايا؟ احنا دايما السكوب الخامس، السكادوال السادس، الكوست السابع، الكواليتي الثامن، الريسورس التاسع. فده ترتيبه في فصول الكتاب ان شاء الله تعالى. ممتاز. طيب ركزوا بقى معايا، الاوتبوت اللي عندي كل ديوريشن الوقت بتاعها قد ايه؟ فده الاوتبوت اللي عندي كل ديوريشن الوقت بتاعها دي. مثلا عندي اكتيفيتي، الاكتيفيتي زي A1 وA2 وA3 وغيرها. طيب إيه هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد 3 ايام، 5 ايام، 10 ايام وهكذا. فده الاوتبوت اللي عندي، ان كل اكتيفيتي الديوريشن بتاعها قد ايه. برضه الاوتبوت الثاني انت خدت يعني قرار بناء على ايه؟ البيزس اوف استيميتس اللي انت على اساسها خدت قرار. يعني ايه بيزس اوف استيميتس؟ يعني ايه القواعد اللي اشتغلت عليها عشان تحسب الديوريشن بتاع كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز المختلفه؟ فدي بسميها بيزس اوف استيميتس. ركزوا بقى معايا في التولز والتكنيكس، في عندي كام واحده كده جداد علينا شويه، ركزوا معايا بقى فيهم. يعني دول جداد علينا شويه. اول تول وتكنيك الاكسبرت جادجمنت اتعودنا عليها. تاني تول وتكنيك الديسيجن ميكنج خدناها، صنع القرار. ممكن نعمل فوتنج، ممكن نستشير ناس، ممكن اخد اوتوكراتيك قرار يعني احادي، ميتنج بقعد مع الناس عشان افهم دماغهم، كل ده كلام سهل. بس الجديد علينا اللي اول مره نسمعه النهارده، الجديد علينا الكام واحده دول. ف
فهنعرف مع بعض يعني ايه انالوجس، هنعرف مع بعض يعني ايه بارامتريك، هنعرف مع بعض يعني ايه توب بوتوم اب، يعني ايه 3 بوينت استيميتنج. دو جداد علينا. الداتا اناليسيز دي قلناها قبل كده، بس ريزيرف اناليسيز ما قلناهاش، ففي كذا واحده جديده علينا لسه ما خدناهاش. فركزوا معايا بقى في الكام واحده الجداد دول في التولز والتكنيكس. طيب نبدا الحدوته من الاول. بصوا معايا، طبعا زي ما احنا متعودين بنرسم الداتا فلو دايجرام، بنحط الاكتيفيتي اللي عندنا والمدخلات والمخرجات، بنبينها في صوره رود ماب، وشرحنا الكلام ده قبل كده في المايند ماب واتكلمنا عنها كذا مره، فنفس الطريقه بالظبط. ركزوا بقى معايا في اللي جاي. هو انا احسب الديوريشن ازاي؟ اول طريقه بيسموها انالوجس. انالوجس يعني ايه انالوجس؟ انالوجس يعني انت بيبقى عندك هيستوري ليه علاقه بمشروعات مشابهه، فانت بتحسب بناء على مشاريع مشابهه. يعني على سبيل المثال الكورس بتاع البي ام بي انا درسته عشرات المرات. طب انت بتدرسه في كام ساعه؟ في 40 ساعه. فلما اجي يطلب مني هندي كورس بي ام بي وانا مغمض هنعمله 40 ساعه. ممكن الكورس يخلص في 36، معايا ناس شطار وناس فراوده وناس خدوا الكورس قبل كده، فممكن ننجز في يعني في وقت اقل او في اسرع، او ممكن يكون معايا ناس يعني جداد عليهم الموضوع وما عندناش خبره كافيه، وبالتالي بدل ما ياخد 40 ساعه ياخد معايا 45، ياخد معايا 50 ساعه. ولكن انا مدي رقم استيميت، خلي بالك انا بقول استيميت. استيميت يعني زي ما اتفقنا بلس اور ماينس ايرور، يعني ما فيش استيميت 100% اكيوريت. فلما بيطلب مني ادي كورس بي ام بي وانا مغمض، الكورس 40 ساعه 10 محاضرات، كل محاضره 4 ساعات، 4 في 10 ب 40. حلو قوي، واضحه يا شباب؟ فده بيسموه انالوجس. يبقى انالوجس ده معناه ايه؟ معناه انت اديت او عملت مشاريع مشابهه وعندك خبرات من مشاريع مشابهه، فانت لما بتيجي تدي استيميت بتدي استيميت بناء على الهيستوريكال انفورميشن او الهيستوريكال داتا اللي عندك. فبرضه عشان كان الزملاء بيسالوا على الكي وورد، فكلمه الكي وورد في الانالوجس الهيستوريكال انفورميشن او الهيستوريكال داتا، دي الكي وورد. معايا؟ يبقى انت لو عندك داتا قديمه ليها علاقه بالموضوع، وانت لما جيت عملت استيميشن عملت اكوردنج للداتا اللي هي متخزنه في الليسنز ليرند او متخزنه عندك في الذاكره، فده بنسميه انالوجس. انالوجس تكنيك او انالوجس استيميتنج. النوع الثاني بنسميه بارامتريك. بارامتريك استيميتنج يعني ايه بارامتريك؟ برضو الكي ووردز بتاعته بيعتمد على بروجكت بارامترز او بيعتمد على شغل الاحصاء. ركزوا معايا. يعني ايه الكلام ده؟ نتخيل مثلا ان انا جبت راجل نقاش، النقاش بيقول لي انت عندك كام اوضه؟ قلت له عندي 5 اوض. قال لك الاوضه الواحده بتاخد معايا اسبوع، فنضرب اسبوع في 5 يعني الشقه هتاخد معايا شهر ونص. فده بنسميه بارامتريك استيميشن. بارامتريك عباره عن ايه؟ انا عندي شويه بارامترز، عندي مثلا عدد الاوض، فنتخيل مثلا اللي هو بيعمل الاوضه في اسبوع، نتخيل الاوضه اللي هي غرفه، الغرفه عشان الزملاء الاخوه العرب يعني، فكلمه اوضه يعني غرفه، فنتخيل مثلا اللي هو بيعمل دهانات الغرفه في اسبوع، ونتخيل انا عندي 5 غرف في الشقه، يبقى عندي 5 في اسبوع، فبتكلم في شهر واسبوع. فده بسميه بارامتريك. الاكزامبل ده بسميه بارامتريك. نتخيل مثلا عندي في سكرتاريا بتكتب وليكن مثلا الصفحه بتكتبها في 5 دقائق، اديتها مثلا ورق تعمل له يعني ورق هاند ريتن تعمل له تايبنج على الكمبيوتر، فتخيل ان البنت بتكتب الصفحه في 5 دقائق مثلا يعني. طب انا مديها مثلا 10 صفح، ف 10 صفح في 5 ب 50 دقيقة، يعني متوقع ان هي تاخد تقريبا ساعة عشان تعمل التاسك دي على سبيل المثال. فده بسميه بارامتريك. بارامتريك يبقى انت بتعتمد على مجموعة من البارامترز بتحطها في معادلة إحصائية، معادلة رياضية بتطلع بيها بالاستيميت اللي انت عامله. فده ده تاني نوع من الطرق اللي بنعمل بيها استيميشن. طيب تالت نوع بنسميه 3 بوينت استيميتنج. 3 بوينت استيميتنج يعني 3 بوينت، 3 يعني 3، بوينت يعني 3 نقاط او 3 ارقام. التلات ارقام دول بندخلهم في معادله رياضيه برضو عشان اطلع الاستيميت بتاعتي. التلات ارقام دول بنتكلم على اوبتيمستيك، بيسيمستيك، موست لايكلي. اوبتيمستيك، بيسيمستيك، موست لايكلي. يعني ايه اوبتيمستيك؟ يعني متفائل.
يعني ايه بسيمستك؟ يعني متشائم. يعني ايه موست لايكلي؟ يعني الى حد ما موست لايكلي. طيب انا جبت واحد نقاش قلت له هتاخد وقت قد ايه في الشقه؟ قال لك يا باشا بما يرضي الله هتخلص معايا في شهر. جبت واحد تاني نقاش قال لك يا باشا بما يرضي الله هتخلص معايا في 3 شهور. جبت واحد تالت قال لك بص انا عملت شقق مشابهه تاخد معايا تقريبا شهرين. الراجل المتشائم ده بسميه بسيمستك اللي قال لك هتاخد معايا 3 شهور. هو ليه ده بسيمستك؟ افرض مثلا الدنيا مطرت فما عرفش انزل الموقع النهارده. افرض مثلا ابني تعب فما قدرش انزل الموقع النهارده، فعمال يماطل، مش يماطل، هو دايما بياخد الورست سيناريوز. الورست سيناريوز او اسوأ السيناريوهات. فعشان كده قال لك الشقه تاخد 3 شهور على سبيل المثال يعني. الراجل التاني المتفائل زياده عن اللزوم قال لك بص بقى يعني عشان طبعا يكسب الشغلانه وما يضيعهاش منه، قال لك بص هتخلص معايا في شهر تقريبا. الراجل موست لايكلي كان اكثر واقعيه، الراجل عمل الشغلانه دي 3 4 10 مرات، فقال لك بص يعني بما يرضي الله هتاخد لها شهرين. طب عرفت منين؟ عشان انا عملت الشغلانه دي اكتر من مره فتقريبا بتاخد معايا شهرين. انا لا هاخد على كلام البسيمستك ولا هاخد على كلام الاوبتيمستك ولا حتى هاخد على كلام الموست لايكلي. امال هتعمل ايه؟ هحط الكلام ده في معادله رياضيه. المعادله دي موجوده في الكتاب بيسموها بيتا. بيتا هي عباره عن متوسط، ولكن المتوسط ده ويتد افريج. ويتد افريج يعني متوسط نسبي. هيجمع الاوبتيمستك زائد 4 الموست لايكلي زائد البسيمستك على 6. يعني لو خدنا المثال اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، فقلنا ان الراجل الاوبتيمستك كام؟ قلنا شهر. وقلنا الراجل البسيمستك كام؟ قلنا 3 شهور. وقلنا الراجل الموست لايكلي كام؟ قلنا شهرين في المثال بتاعنا يعني. معايا؟ وقلنا الراجل البسيمستك كام؟ قلنا 3 شهور. طيب نعمل المعادله بتاعتنا ازاي؟ بمنتهى البساطه هنقول 1 يبقى ده بنسميها التي استيميتد يعني او الاستيميتد ديوريشن يعني بتساوي ايه؟ هتساوي 1 اللي هو الاوبتيمستك زائد 4 مضروبه في 2 اللي هي الموست لايكلي زائد 3 على 6. نحسبها مع بعض، 4 في 2 ب 8، 8 و 1 9، 9 و 3 12، 12 على 6 2. طلعت معاك 2 قريبه من الموست لايكلي، طلعت معاك 2. هو الرقم اللي هيطلع يطلع قريب من الموست لايكلي على فكره، يعني الرقم اللي بيطلع بيبقى قريب من الموست لايكلي، بس مش لازم بالظبط، ممكن يبقى 2.1 2.2 وهكذا. طب ليه؟ عشان انت مديله ويت اعلى. يعني زي ما انتم شايفين البسيمستك والاوبتيمستك واخدين ويت 1، والراجل الموست لايكلي مديله ويت 4. فعشان كده المعادله الرياضيه الرقم اللي بيطلع بيبقى قريب من اللي الويت بتاعه اعلى. فاهمينها؟ طب ليه قسمت على 6؟ ده متوسط. يعني المتوسط العادي لو انا بتكلم شغل ماثيماتكس الرياضه، المتوسط العادي 1 زائد 2 زائد 3 كام؟ 6. 6 على 3 فيها ال 2، ده المتوسط العادي. ولكن الويتد افريج انت مدي ويت اعلى للموست لايكلي. واضحه؟ طيب السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ السؤال بيجي مباشر جدا وبسيط جدا جدا. بيديك 3 ارقام الاوبتيمستك والموست لايكلي والبسيمستك، وبيطلب منك تحسب الاستيميتد ديوريشن. في عندي تريكه صغيره في الامتحان، لو قال لك تريانجلر فقط يبقى انت بتجمع وتقسم على 3، لو قال لك بيتا بتجمع وتقسم على 6 وتعمل ويتد افريج. ركزوا معايا يا بس، هي دي التركه الوحيده اللي في الموضوع، هي سهله جدا ما فيهاش حاجه حتى في الاسئله يعني. بس بصوا معايا، يعني لو جه في الامتحان قال لك تريانجلر، تريانجل يعني بنعمل ايه؟ بنجمع الثلاثه اللي هي الاوبتيمستك زائد البسيمستك زائد الموست لايكلي واقسم على ايه؟ واقسم على 3 اللي هو المتوسط العادي. لو قال لك بيتا يبقى اللي احنا لسه قايلينها الاوبتيمستك زائد 4
الموست لايكلي زائد البسيمستك على 6. طب لو ما قالش يبقى استخدم المعادله دي. يبقى المعادله دي هي الديفولت، يعني هي دي الاساسيه اللي هي المعادله اللي تحت دي، ده لو ما قالش. يبقى لو ما قالش حاجه بنستخدم المعادله اللي تحت. لو قال لك بيتا بتستخدم المعادله اللي تحت. لو قال لك تريانجلر وسكت يعني ما جابلكش سيري بيتا، هتضطر تستخدم المعادله اللي فوق. معايا؟ المساله بتاعتها بتيجي مباشره وبسيطه وما فيهاش اي تفكير، معادله رياضيه بسيطه خالص. برضو من زمان كانوا متجابين حاجه اسمها الستاندرد ديفيشن، دي حته في الاحصاء كده بيسموها معامل التشتت. المعادله بتاعته البسيمستك ناقص الاوبتيمستك على 6. البسيمستك ناقص الاوبتيمستك على 6. يبقى هما دول المعادلتين اللي عايزكم تعرفوهم. بيجي عليها مسائل في الامتحان ومسائل مباشره وبسيطه وسهله وما فيهاش تفكير حتى يعني. خلاص؟ هما دول المعادلتين اللي عايزكم تعرفوهم. طيب نكمل. يبقى احنا كنا بنتكلم فيها عشان ما تتهوش مني، كنا بنتكلم في التولز والتكنيكس بتاع الاستريت اكتيفيتي ديوريشن. اتكلمنا على الانالوجاس، قلنا الانالوجاس يكون عندك هيستوريكال انفورميشن وبتختار الديوريشن اكوردنج للهيستوري اللي عندك. قلنا البارامتريك بتحول الموضوع لبارامترز ومعادله رياضيه عشان خاطر تحسب الـ يعني الاستيميت ديوريشن. وقلنا الثري بوينت بتدخل ثلاث نقاط ساعات بيسموها بيرت، يعني في بعض الكتب والمراجع بيسموها بيرت، بيرت اناليسيز. يعني لو انت قريت كلمه بيرت هي يا الثري بوينت بنسميها بيرت. معايا؟ فلو انت قريت كلمه بيرت هي برضو الثري بوينت، يعني الثري بوينت هي البيرت اناليسيز يعني. طيب البوتوم اب، البوتوم اب اللي انت بتستنتج الديوريشن من تحت لفوق، بوتوم اب. زي ايه؟ زي بالظبط الرسمه اللي احنا عملناها. يعني فاكرين الرسمه اللي احنا عملناها اللي هي دي؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال انا عندي هنا مثلا ايه؟ انا عايز اعرف ايه دي هتاخد كام يوم؟ انا جبتها في واقع الامر من تحت لفوق. ازاي من تحت لفوق؟ انا عندي عملت استيميت ل A1 وعملت استيميت ل A2 وجمعت من تحت لفوق جبت الديوريشن بتاع ايه؟ واضحه؟ طبعا هنا عشان كان في ليد، بس لو شلنا الليد عشان تبقى سهله. فمثلا دي هتاخد 9 ايام عمل ودي 3 ايام عمل والاثنين على التوالي، يبقى الايه هتاخد قد ايه؟ هتاخد 12 يوم. طب لو الاثنين على التوازي هياخد اليوم الاعلى، لو شلت العلاقه هياخد الرقم الاكبر اللي هو 9. واضحه؟ وبالتالي يبقى دايما الاستيميت بيبقى من تحت لفوق، ده بنسميه بوتوم اب، بوتوم اب. فلو انا عندي مثلا ورك بريك داون ستراكشر، نتخيل انا عندي مثلا دبليو بي اس، عندي ورك بريك داون ستراكشر، وعندي ادي مثلا الكومبوننتس بتاعتي، نتخيل يعني الكومبوننتس بتاعتي في الورك بريك داون ستراكشر، وكل ديليفرابل تحتيه مجموعه من الورك باكجز زي ما احنا شرحنا يعني فور اكزامبل يعني. فانت عندك البروجكت على سبيل المثال، عندك في اكتر من ديليفرابل، وكل ديليفرابل في اكتر من ورك باكجز. فانا في الاول باستيميت كل ورك باكج من تحت، وعلى حسب العلاقه ما بينهم فينش تو ستارت ولا ستارت تو ستارت ولا في ليد ولا في لاج ولا الكلام ده، هعرف استيميت الليفل الاعلى اللي هو مثلا ورك باكج. وبرده نفس القصه بعد ما عملت استيميت لكل ورك باكجز عندي، هعرف باي ديفولت اعمل استيميت للمشروع نفسه ياخد وقت قد ايه. طب ما نشوف الكلام ده على مايكروسوفت بروجكت. نفس الكلام بالظبط، نيجي على مايكروسوفت بروجكت اهو معانا. طيب نيجي على مايكروسوفت بروجكت على سبيل المثال اهو. انا عايز اعرف المشروع كله هياخد وقت قد ايه. بمنتهى البساطه في عندك هنا من قائمه فورمات بتختار بروجكت سمري تاسك، بروجكت سمري تاسك. فلو علمت علامة الصح على بروجكت سمري تاسك، هو بيجمع كل حاجه من تحت لفوق فبيطلع لك الرقم دايركت زي ما انت شايفه. يعني في المثال بتاعنا على سبيل المثال المشروع خد 24 يوم ونص على سبيل المثال يعني. اهو كل ما بتغير هنا كل ما اوتوماتيك بيغير في الارقام، يعني ممكن مثلا على سبيل المثال ده يومين، ده مثلا يوم. فانت كل ما بتغير شايفين بيغير معاك اوتوماتيك، بيغير معاك في، يبقى انا هي في الاخر كالكوليتد فيلد، انا بجمع من تحت لفوق، فانا ممكن اوصل في الاخر الاستيميتد ديوريشن
للبروجكت كله كام يوم. واضحه؟ فده بسميه بوتوم اب. طيب الداتا اناليسيس تحليل بيانات، الالترناتيفز اناليسيس تحليل بدائل. يعني ايه تحليل بدائل؟ يعني ممكن مثلا في بعض التاسكس انت هتعملها بنفسك، او بعض التاسكس هتجيب حد تاني يعملها اوت سورس، او تعمل مثلا يعني حد يعمل لك التاسك دي، فدي كلها اسمها بدائل. فالتحليل البدائل بيتم اللي انت ممكن يكون عندك من يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندك مش يعني هرد على محمد بس محمد رمضان، مش لازم يا محمد نختار الموست لايكلي، انت في الاخر بتحطها في معادله. يعني زي ما قلت لكم الرقم في الاخر هيبقى قريب من الموست لايكلي، ولكن مش لازم يبقى زيه بالظبط. يعني طبعا بالصدفه في المساله بتاعتنا كنا قلنا شهر وشهرين وثلاث شهور، فطبيعي ان الشهرين في النص ما بين شهر وثلاثه، ولكن ممكن مثلا راجل يقول لك شهرين وثلاث ارباع، شهرين ونص، شهرين وربع، فمش هتظبط معاك بالظبط، فانت بتعوض في المعادله وزي ما المعادله تقول لك. معايا؟ هتلاقي عليها امثله كتيره في الكتب اللي انا اديتها لكم، وهتلاقي عليها كمان في الاكزامز اللي انا هرفعها على الصفحه، هتلاقي فيها اسئله كتيره على الكلام ده. طيب ركزوا معايا بقى في اخر واحده، الريزيرف اناليسز. دي جديده علينا. الريزيرف اناليسز. الريزيرف اناليسز معناها كلمه ريزيرف معناها احتياطي، احتياطي. ناخد مثال، انت دلوقتي حطيت بلان للبروجكت والبلان زي الفل، ولكن ممكن يحصل لك اي حاجه طارئه اثناء المشروع. فالحاجه الطوارئ دي او الحاجه الطارئه بتضرب لك الدنيا. فبتلاقي دايما مدير المشروع لو مش عامل حسابه في البدايه في حاجه اسمها contingency reserve الدنيا بتضرب منه. طب يعني ايه contingency reserve؟ contingency reserve معناها احتياطي طوارئ. انا مثلا ظبطت كل حاجه، الديوريشن بتاعه التاسك وليكن مثلا هتاخد 5 ايام، انا مش هكتبها عندي في البلان 5 ايام، هكتبها 6 ايام. طب ليه يا عم؟ ما انت بتقول هتخلص في 5 ايام، اصل ممكن الصنايعي يتاخر، اصل ممكن السبلاير ياخر عليا الماتيريالز، اصل ممكن الجو حر والعمال ما نزلوش النهارده، ممكن يحصل حاجات كتيره. عشان كده بيسموها contingency reserve. contingency يعني طوارئ. فريزيرف يعني احتياطي، يعني مثلا لو انا عارف ان المشروع كله على بعضه هياخد له وليكن مثلا 5 شهور، هقول للعميل 6 شهور، مش هقول له 5. ليه؟ انا راكن شهر على جنب احتياطي. لو اي حاجه حصلت طوارئ انا مأمن نفسي، او بيسميها بفر، مبفر نفسي الشهر ده. ففي نوعين من الريزيرف، في حاجه بنسميها contingency reserve وحاجه بنسميها management reserve. الكونتينجنسي ريزيرف الكي وورد بتاعته نون اوف انونز. انت ممكن يحصل حاجه انون ولكن انا متوقع ان هي تحصل، فانا مأمن نفسي وحاطط ايام ريزيرف، فده بسميه contingency reserve. مين اللي بيعمل contingency reserve؟ مدير المشروع. يبقى مدير المشروع طبقا لخبراته وطبقا لفهمه للمشروع بيحط contingency reserve عشان نون اوف انونز. في بعض الانون، الانون ده يعني ريسك، في بعض الريسكس ممكن تحصل وانا ببقى عارف ان ممكن ريسك يحصل، فانا مأمن نفسي واخد وقت على جنب. طيب المانجمنت ريزيرف ده سبونسر اللي بيحطه. انت بعد ما ظبطت المشروع 6 شهور تقدمه للسبونسر يقول لك يا عم خليهم 7. طب ليه؟ اصل ممكن يحصل حاجه احنا مش متوقعينها، مش متوقعينها، وبالتالي انون اوف انون. احنا يعني حاجه تحصل احنا مش واخدين بالنا منها، احنا انون ما نعرفهاش، والحاجه دي انون بالنسبه لنا، ميبي تحصل ميبي ما تحصلش، ده ريسك. فساعتها بيسموه انون اوف انون. فبرضه لو احنا بنتكلم على الكي ووردز، الزملاء اللي سالوني الكي وورد بتاع الكونتينجنسي ريزيرف نون اوف انونز، والكي وورد بتاع المانجمنت ريزيرف انون اوف انونز. مين اللي بيحط الكونتينجنسي ريزيرف؟ مدير المشروع. مين اللي بيحط المانجمنت ريزيرف؟ سبونسر، الراعي. واضحه يا شباب؟ بس خلصنا العمليه، الاوتبوت اللي عندي الديوريشن استيمتس والبيزس اوف استيمتس ومجموعه من الابديتس. الديوريشن استيمتس نقول كل اكتيفيتي الاستيمت بتاعها قد ايه؟ البيزس اوف استيمت يا ترى انت استخدمت بقى الانالوجاس ولا استخدمت البارامتريك ولا البوتوم اب ولا الثري بوينت، بتقول القواعد اللي انت استخدمتها في عمليه الاستيميشن، وبتحط الكلام ده في دوكيمنت اسمها بيزس اوف استيمتس. وعندي هنا مجموعه من الابديت ممكن احطها على الدوكيمنت. اللي عنده سؤال يسال. قبل ما ندخل بقى مرحله الوحش، الديفلوب سكادول دي اهم عمليه هنقولها النهارده، اللي فيها بقى الكريتيكال باس وفيها اللعب كله. اللي عنده سؤال في اللي فات يسال قبل ما ندخل في العمليه اللي جايه.
طيب باشمهندس محمد عبد العزيز اتفضل يا باشمهندس. مستر احمد في التوتال ديوريشن في الاكزامبل اللي قدامنا ده اما بيحسب التوتال ديوريشن هل بياخد في اعتباره مثلا لو في مثلا ليد اور لاج تايم ولا بيحسب عدد الايام؟ لا لا بتتاخد يعني احنا مثلا هي على سبيل المثال ادي تو اكتيفيتيز اهو. بص انا دلوقتي خلي بالك هو في الاول كان البروجكت 21 يوم عملت لاج 2 دايز بص معايا بقى البروجكت 23 يوم فالليد واللاج داخله معاك في الاستيميشن. تمام اوكي معايا؟ طيب ممتاز باشمهندس محمود رمضان اتفضل يا باشمهندس محمود. دكتور كنت بستأذنك بس هي الطريقتين بتاعت البيتا وترانجل انا في الناحيه العمليه بستخدم اي واحده يعني انا البيتا البيتا اكثرهم دقه على فكره البيتا اكثرهم دقه بالظبط يعني انا اقدر اختار هو الترانجل بيعمل استيميشن افريج عادي يعني مثلا لو انا عايز اعرف درجات الطلبه فكل طالب جايب درجه فانا عملت المتوسط هجمع درجاتكم واقسم على عددكم فده المتوسط العادي اللي هو الترانجل اللي انا بجمع التلات ارقام وبقسم على عددها اللي هو على ثلاثه ولكن البيتا نفسه هو ده الاكثر دقه عشان انت مدي ويت اعلى للموست لايكلي عشان هو من اسمه موست لايكلي ولكن الراجل متشائم شايف الدنيا سودة وبالتالي بيزود قوي في الديوريشن او العكس الاوبتيمستيك ده راجل متفائل شايف الدنيا ورديه فبيقلل قوي في الديوريشن لا ده صح ولا ده صح من الناحيه العمليه الاكل هو اكثرهم فعلا قريب من الواقع عشان كده اديته ويت اعلى اديته اربع درجات في الكالكوليشن طريق بيرت اناليسيس يعني تمام اوكي شكرا باشمهندس محمود حسن اتفضل كنت بسال حضرتك يا دكتور في الميثود اللي هي 3 بوينت لو انا ما عنديش يعني الموست لايكلي او ما عنديش الاوبتيمستيك هستخدم بارامتريك اي واحده من الثلاثه ما هستخدم البارامتريك او الانالوجس على حسب بقى اللي جيفن عندي يا معايا يعني مش شرط لو انا مش شرط ان انا لو عندي يعني تو كيسز ما اقدرش ان انا وليكن يعني اتنبا بالكيسز التشاؤميه والتفاؤليه لا هو احنا دايما عندنا وات اف سيناريو عندنا حاجه في لغه يعني هناخدها في الريسك لما نيجي نتكلم على الريسك مانجمنت ان شاء الله ففي حاجه اسمها وات اف ماذا لو فدايما بتسال نفسك ماذا لو السبلاير اتاخر عني مثلا كذا فطبيعي ان مثلا هتاخر في التاسك الفلانيه فبحط اعتبار للورست سيناريو العكس ماذا لو السبلاير قدم لي الماتيريالز بدري فطبيعي ان انا هبقى اكثر تفاؤلا ان انا هسلم المشروع بدري فاللي انا عايز اقوله لك ان سواء البسيمستيك او الاوبتيمستيك او الموست لايكلي دي ميثودز في الاخر بستخدمها في الوات اف بستخدمها في 3 بوينت استيميتس طيب انت مش يعني دي مش هتبقى بالنسبه لك مريحه نستخدم البارامتريك او الانالوجس او البوتوم اب ما بديك اكثر من حاجه خلي بالك الانالوجس دي اسرع طريقه بتحسب بيها الحاجه بس هي مش اكثرهم دقه يعني في حاجه اسمها كويك وينز كده بتطلع نتائج سريعه فممكن مثلا مديرك يقول لك التاسك ده ياخد وقت قد ايه فكويك وينز كده تستخدم الانالوجس ولكن مش اكثرهم دقه اكثرهم دقه الثري بوينت او البوتوم اب او البارامتريك اكتر دقه من الانالوجس يعني الانالوجس فيها برضو نسبه ايرور واضح يا باشمهندس طب انا لو عندي تمام يا دكتور لو عندي اتنين ميثود وكل ميثود بتقول لي تايم مختلف استيميتد مختلف اقدر ان انا يعني اختار اداني طريقه من الميثود ما انت كمدير مشروع اللي بتحدد عشان كده انت كاتب هنا في البيزنس اوف استيميتس وخلي بالك برضه هو قال لك في اكسبرت جادجمنت كمان يعني انت ممكن انت كمان مش واخد بالك او الموضوع بالنسبه لك جديد فانت ممكن تستعين بالخبراء فممكن الخبراء دول يساعدوك في حاجه زي كده خلي بالكوا ان البي ام اي دايما بيتكلم على بيست براكتس يعني ايه بيست براكتس افضل الممارسات فبيقول لك افضل حاجه نعمل بيها استيميت 1 2 3 4 طب انت اني واحده هتمشي معاك اكتر ممكن تختلف من مشروع لمشروع ممكن واحد عايز نتائج سريعه انا لسه بقى مش هستنى الاوبتيمستيك والبيسيمستيك والموست لايكلي انا عايز نتائج سريعه وبالتالي فساعتها الراجل ده هيستخدم مثلا الانالوجس عشان الراجل عايز نتائج سريعه مش عايز ضيع وقت على سبيل المثال يعني فعشان كده بقول لكم هي يعني مش دايما ما عندناش حته صح وغلط هو دايما الـ يعني بصفه عامه يعني البي ام اي بيتكلم على البيست براكتس ايه هي البيست براكتس اللي احنا بنستخدمها عشان خاطر يعني انها اشتغلت صح يعني تمام يا دكتور اشكرك ممتاز مين عنده سؤال تاني طيب ندخل في اللي جاي اتفضل يا باشمهندس وحيد
مساء الخير يا دكتور. مساء جمال. بخصوص البيتا ايكويشن علشان اطلع الاستيميشن زي ما قلنا بنحط للموست لايكلي 4. الفور دي عباره عن ايه؟ هو ويتد افريج، دي قاعده رياضيه يعني، طبعا البي باي مش داخل في تفاصيلها، ولكن هي قاعده رياضيه بيقول لك اللي انت قدامك طريقتين لحساب المتوسط، المتوسط الطبيعي اللي احنا بندي كل واحد ويت واحد، يعني انت مثلا لو هنا واحد نتخيل ده واحد، يبقى عندك الاوبتيمستيك زائد البيسيمستيك زائد الموست لايكلي ونقسم على ثلاثه اللي هو المتوسط العادي. انا عندي ثلاث طلاب امتحنوا البي ام بي، عايز اعرف متوسط درجات الطلبه، فاجمع درجات احمد ومحمد ومصطفى واقسمها على ثلاثه، ده المتوسط العادي. طيب البيرت اللي هي الطريقه اللي انا قلت لكم عليها البيرت اناليسيس، يقول لك هندي ويت اكتر للموست لايك عشان كده بندي له اربعه. ايوه، ما هو انا بس كان استفساري ان الاربعه دي اصلا ايه اليونت دي واشمعنى اربعه؟ ما حته اشمعنى دي قاعده بتقول كده، قاعده رياضيه يعني، اصل هي قاعده بتقول كده حته اشمعنى، بس هي قصه زي ما قلت لحضرتك، هي الموست لايكلي اكثر دقه ولكن بتاخد وقت اعلى. معايا؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب ممتاز ممتاز، ندخل بقى على الجزء الاخير. باشمهندس طارق عندك سؤال؟ لا، هي بس بالنسبة لإشمعنى أربعة، هو غالباً معظم الحاجات دي بتبقى كلها على البروبابيليتي والديستريبيوشن بتاع الداتا اللي عندك. yes. وبالتالي هو بيبقى دي بتبقى طالعة من حاجات إحصائية. yes. وفي طرق تانية برضو للإستيميشن، بس هو الكتاب طبعاً لأنه هو زي ما حضرتك قلت بيدي جايد لاينز، ما بيدخلش بديتيلز. يبقى في طرق تانية عن طريق البروبابيليتي ابروتش للديستريبيوشن بتاع الداتا، بس ده بيعتمد على كثافه الداتا اللي عندك، يعني هل ينفع؟ يس يس، وفي كمان كونفيدنس انترفال، يعني كلامك ممتاز بالظبط. بس هي قصه بالنسبه لنا، هو على فكره الكتاب مش داخل في التفاصيل الرياضيه والاحصائيه بالظبط، في معادله على الاخر يعني على الجاهز، انت خد المعادله دي اشتغل بيها. هي جت منين المعادله؟ استنتجناها ازاي رياضيا؟ دي قصه ثانيه، قصه احصائيه مثلا، فمديك الناتج النهائي فقط يعني. والاكيورسي بقى بتعتمد على الـ على الـ على الكومبليستي بتاعه البروجكت بتاعك، وهل انت محتاج اكيورسي قد ايه بالظبط. يس يس، كلامك منطقي. طيب ندخل بقى مع بعض في اخر عمليه هنبتداها، وبعد البريك نكمل ان شاء الله تعالى. الديفلوب سكادول، عايز بقى اطلع السكادول بيز لاين، عايز اطلع خط اساس البروجكت او خط الزمني للمشروع. طيب يعني ايه سكادول بيز لاين؟ انا دلوقتي عايز ريفرنس اقارن نفسي بيه واعرف انا ماشي صح ولا متاخر، زي بالظبط البيز لاين اللي انا وريته لكم في بدايه المحاضره. يعني اعتبر مع بعض ان هو ده البيز لاين بتاعنا على سبيل المثال، اللي هو ده اللي احنا لسه يعني شرحناه في البدايه. اعتبر ان ده بالنسبه لي هو ده المرجع اللي احنا كل شويه عايزين نعرف احنا متاخرين ولا مش متاخرين، نبص على الجدول ونقارن. المفترض النهارده زي ما اتفقنا نكون النهارده 7-9، فالمفترض النهارده وفقا للبيز لاين، اعتبر ان ده البيز لاين، المفترض النهارده نخلص شابتر الجوده، ولكن احنا لسه في شابتر السكادول، وبالتالي احنا متاخرين 2 شابترز. فده معنى كلمه البيز لاين. البيز لاين معناها بيطلع لك خط اساس بنتفق مع بعض عليه، البروجكت مانجر مع سبونسر مع الكاستمر، احنا كلنا اتفقنا على ده ووقعنا عليه، بقى اوفيشال دوكيمنت خلاص، مستند رسمي، بحيث كل ما نختلف نرجع للمستند ده، ده اللي احنا اتفقنا عليه، فده بنسميه بيز لاين. فاحنا عملنا بيز لاين للبرنامج الزمني، هو ده بقى احنا اللي عايزين نطلع بيه في الخطوه الاخيره في البلاننج. فالديفلوب سكادول دي اخر خطوه في البلاننج 6.5، هنطلع بيها في ايه؟ هنطلع بيها السكادول بيز لاين، خط الاساس اللي من خلاله هنعرف انا ماشي صح اثناء التنفيذ، وانا بعمل مونيتورنج اند كنترول بتابع الاداء، انا ماشي صح وفقا للبرنامج الزمني ولا انا متاخر محتاج اخد كوركتيف اكشن. واضحه؟ طيب فهو ده المخرج الاساسي، السكادول بيز لاين. طيب ايه الانبوتس اللي عندي؟ سكادول مانجمنت بلان قلناها، السكوب بيز لاين قلناه، يعني الحاجات اللي احنا قلناها خلاص بقى بنعدي عليها. احنا اتكلمنا على سكادول بيز لاين، اتكلمنا على السكوب بيز لاين، سكادول مانجمنت بلان، اتكلمنا على السكوب بيز لاين، اتكلمنا على الاكتيفيتي اتريبيوت، الاكتيفيتي ليست، الاسامشن لوج، البيز اوف استيميت، ديوريشن، كل حاجه احنا قلناها ظهرت بقى معانا، الديوريشن استيميتس، المايلستون ليست، الليسونز ليرند، طلعنا بالبروجكت سكادول نتورك دياجرام لما كنا بنعمل سيكونس اكتيفيتيز، الحاجات اتفقنا بقى بتاعه التيم اساينمنت والكالندر والريسورس، دي كلها ناخدها ان شاء الله تعالى في الريسورس مانجمنت شابتر نمبر 9، الاجريمنت هناخدها في البروكيورمنت، التعاقدات لسه ما قلناهاش، والاي اف والاو بي اي قلناها.
طيب ايه المخرج اللي عندي؟ السكادوال بيز لاين، مجموعه من الابديتس على البلان، مجموعه من الابديتس على الدوكيمنت، تشينج ريكويست اذا لازم الامر. كل ده جميل جدا. البروجكت كالندرز، فاكرين الكالندر اللي احنا عملناها؟ بتظهر معاك هنا البروجكت كالندر، الكالندر بتاعت المشروع، يعني ايام الاجازات امتى، لو في اجازات رسميه، لو في مواعيد عمل من الى، لو في مثلا عطلات زي 6 اكتوبر، زي كل دي بتحط في البروجكت كالندر. البروجكت سكادوال، البرنامج الزمني نفسه اللي احنا بنطلعه على برنامج مايكروسوفت بروجكت، البروجكت سكادوال، والداتا اللي طالعه من عندي، مثلا انت السكادوال بتاعك باليوم ولا ولا بالساعه ولا بالاسبوع ولا بالشهر، في شويه داتا كده ممكن تطلع معايا في السكادوال داتا. الجديد بقى علينا والمهم هي التولز والتكنيكس. بصوا معايا بقى التولز والتكنيكس، هتلاقي معظمها ما قلناهاش. السكادوال نتورك اناليسيس ما قلناهاش، الكريتيكال باس ما قلناهاش، الريسورس اوبتمايزيشن ما قلناهاش، الوات اف سيناريو اتكلمنا عنها بسرعه، والسيميوليشن اتكلمنا عنها بسرعه بس يعني هنقولها بالتفصيل، الليد واللاج قلناها، السكادوال كومبريشن ما قلناهاش، البي ام اي اس قلناها، الاجايل ريليز بلاننج ما قلناهاش، معظم التولز والتكنيكس ما قلناهاش. فمعظم التولز والتكنيكس هنقولها تاني دلوقتي. طيب ممتاز، نبدا الحدوته مع بعض. يبقى ديفلوب سكادوال الكود بتاعه 6.5، بياخد شويه مدخلات وبيطلع مخرجات زي ما شرحنا مع بعض، بنرسمها على داتا فلو دايجرام. طيب التولز والتكنيكس، اول تول وتكنيك معايا ما تتخضوش اسمها سكادوال نتورك اناليسيس. سكادوال نتورك اناليسيس بطلع منها بحاجه بالشكل ده. ايه بقى ده بقى؟ ده بمنتهى البساطه اللي انا بيبقى عندي النودز اللي عندي اللي هي الاكتيفيتي A وB وC وD وE وF والكلام ده، والاكتيفيتيز دي بيبقى ليها ديوريشنز، وبيبقى ليها حاجه اسمها ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت وليت فينش، وبنرسم حاجه اسمها المسار الحرج الكريتيكال باس، وبنحسب حاجه اسمها الفلوت او الديلي اماونت. طيب هنطلع بريك، وبعد البريك ناخد مثال يحل لك الحدوته دي من اولها لاخرها. هناخد مثال على السكادوال نتورك اناليسيس، وبرضه انتوا معاكم ورقه وقلم وتحلوا معايا، وهناخد مثال على الكريتيكال باس والفلوت، وكل حاجه هناخدها مع بعض بعد البريك ان شاء الله تعالى. فاحنا بعد البريك هنتكلم بالتفصيل يعني ايه سكادوال نتورك اناليسيس، وهنتكلم بالتفصيل يعني ايه كريتيكال باس، وهنتكلم بالتفصيل على انواع الفلوتس، يعني ايه توتال فلوتس ويعني ايه فري فلوت، وهنتكلم مع بعض يعني ايه نير كريتيكال باس. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل وناخد عليه مساله، ولازم يجي لك مساله في الامتحان لازم. فدي من ضمن الحاجات اللي انت محتاج تتدرب عليها كتير عشان تدخل الامتحان بتلاقيها، وهوريك شكل المساله بيبقى عامل ازاي، وهوريك يعني المفترض يعني خطوات الحل بتبقى عامله ازاي. هنشرح الموضوع ده مره، هتتجرب عليها مره 2 3 4 5 10، هتلاقي نفسك خلاص هي خطوات محفوظه انت حفظتها، اي مساله هتجي لك هتحلها وان شاء الله تحلها صح. خلي بالك ما فيهاش تفكير، هي خطوات هنعمل 1 2 3 4 خلصت النتيجه هتطلع معاك، فهي ما فيهاش تفكير. زي بالظبط كده المعادله اللي احنا خدناها بتاع البيتا، شرحنا المعادله هيجي لك مساله هتدخل الاوبتيمستيك والبيسيمستيك والموست لايكلي في المعادله هيطلع لك الاستيميت ديوريشن، هو ده. فهيجي لك مساله هو جيفن في المساله الاستيميت البيسيمستيك والاوبتيمستيك والموست لايكلي، وهيطلب منك تحسب الاستيميت ديوريشن. فمساله مضمونه وسهله وبسيطه، ودي نفس القصه مساله مضمونه وسهله وبسيطه هنشرحها بالتفصيل بعد البريك. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال قبل ما نطلع بريك؟ باشمهندس طارق عندك سؤال؟ الدنيا واضحه؟ طيب ممتاز، نطلع بريك، وبعد البريك ان شاء الله تعالى نتكلم على الجزء اللي خاص بالسكادوال نتورك اناليسيس مع الكريتيكال باس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.